السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم، تفضل. سؤالان شيخنا. ها؟ إذا كان لي صديق نصراني وكان به مشكلة أو قرب، هل يجوز الدعاء له؟ ها؟ أم لا يجوز؟ صديق نصراني وماذا حدث؟ به قرب أو نزلت به مشكلة أو ضائقة أو مشكلة. يعني دعاء للدنيا أو بالهداية. نعم. يجوز. يعني تفريج الكرب وكشف الهم. يجوز. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال دعوت علينا فمنع القطر ادعو الله لنا. وأيضا قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نعم. الله يكرمك. الله عليكم شيخنا. الله يبارك فيكم.